بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين أجمعين يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا. هذه حلقات دروس الإنجليزية، غدا إن شاء الله نقعد مع بعض يوم السكس برضه لونج مان كده، خلصنا الترم الأول كده إن شاء الله. نمتحن على 6 وحدات من 1 لـ6. طبعا قلنا فضل وسام اشتراك في القناة، تفعيل الجرس، كمان نشتغل في كل أصل مني كل جديد. اشتراك شغال في السيرش، تعال نشترك بدون اشتراك جرس كل. بعد كده قلنا نوصل الغالية ونشعل بين الناس عن طريق إن احنا نعمل لايك وشير للفيديو. محدش كاسر برضه، اعمل لايك فعلا وانت قاعد قبل ما تتفرج على الفيديو. إن شاء الله قلنا الشاشة بالإنجليزي، إن شاء الله السنة دي خالص. هتنام وانت مرتاح من ناحيته، بس ذاكر أول بأول قبل ما ذاكر الجديد ده القديم كله أيا كان. هنعمل برضه أول بأول مع بعض إن شاء الله، هجيب فول مارك بإذن الله. طبعا بسم الله نبدأ السكس. شوف طبعا ذا كريت أنسر فروم A B C or D نمبر 1 the manager used to encourage his workers levels courage. شجع طبعا عارفين طبعا كلنا to encourage his workers levels مستويات ايه؟ شجع في مستويات ايه؟ مستوى necessity productivity facility ولا quality equality. equality المساواة، opposite بتاعها الأنتون بتاعها inequality عدم مساواة. فسيلة تسهيل، وورك اكتيفيتي إنتاجية، necessity ضرورة. طب شجع ليفل زي بتاعت إيه؟ طبعا وورك اكتيفيتي الإنتاجية بتاعتهم ينتجوا كم فاعل صح؟ يبقى ذا مانجر يوزد تو انكارج هيز وركرز وورك اكتيفيتي ليفلز. دي نمبر 1. نمبر 2 Number two, people usually try to the standard of living to lead a better life. Lead a better life, يعيشوا حياة أفضل. Lead المعنى live. ويبقى life. يبقى people usually try to the standard of living to lead a better life. Rise, 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 sorry. Rise, arise, rise, arouse. أرقام مهمة جدا. شوف كده بعنيهم إيه ده؟ ريس ده ولاد معناه يرفع. ريز يور هاند، ارفع إيدك. يربي شخص أو سلالة حيوانات. يجمع أموال وعندما يجي جنبها على منها مفعول اسمه أو ضمير. يعني مثال أول ميرشنتس ريز برايسز نو دايز. التجار بيرفعوا الأسعار هذه الأيام. ثم يرفع جنبها على طول فاضل ريزس اس ريجسلي. ربنا دينيا على اطلاق دينيا ريزس ربي ربنا. اور نيبر ريزس كتل اند شيب يرى اغنام ومشاه بحيوانات اهو. شاريتيز جامعات خيريه ريز ماني فور ذا بور يجمع فلوس للفقراء. ريز يور هاند ارفع ايدك في يوم تانسر عايز تجاوب. فانت اسمه رايز بس طبعا ده ماضي دي ريزد ريزد رايز الوصل بتاعه روز الوصل participle بتاعه رايزين. دي 4 معاني يرتفع يشرق أو تشرق ينهض أو تنهض أو تنهض إلى آخره يقف. ده يتباع مفعول بقى رايز دي لازم يبقى مفعول لما يسعى منها يعني يسمع ضمير لازم لازم يتبع لازم عكس ريز ده ميزة طبعا حاجة اوكي ده المعنى طبعا. طيب يبقى رايسز رايز ستيدلي nowadays الأفعال الأسعار ترتفع باستمرار هذه الأيام ترتفع. The sun rises in the east الشمس تشرق من الشرق يعني ده معنى. وبعدين
we always rise earlier at 6 on holidays. بنصحى الساعة 6 والأجازات، حتى في الأجازات even بنصحى الساعة 6 برضه. I get up, I start. When the teacher enters, وأنا سكوش وقول رايز توريثم كنا بنروح عشان نحيي ده رايز رايز ينشا عنا وينتج عنا ولي أروز فكرة أرايزن مثلا سكسس أرايزس فروم هارد ستادي النجاح ينشأ عن إيه؟ مذاكرة بجد أكثر شيء اسمه أراوز يثير تمام؟ His poverty aroused our sympathy. فقره أثار تعاطفنا. أنا ندب عنهم. طب نشوف بقى الحل بتاع الجملة كده تاني. نرجع لها. People always try to the standard of living to lead a better life. On the standard of living اللي هو مستوى المعيشة. والمطلوب عشان الترجمة. انشا. Standard of living. To lead a better life يعيش حياة إيه؟ كريمة، حياة أفضل يعني، better. بيعملوا إيه؟ بيرفعوا مستوى المعيشة. طيب إيه؟ باريس، نمبر إيه؟ يونت بيحاولوا يرفعوا مستوى المعيشة عشان يعيشوا حياة أفضل. نمبر تو، ثري قصدي. سوا. She is about the project. She speaks about its benefits all the time. عندها فوائد طول الوقت. But she is a kind, worried, angry, enthusiastic. Enthusiastic متحمس ليه. ثلاث حرف يلعبوا جنبها. اي. Enthusiastic about متحمس ليه. So enthusiast. متحمس. تقول بينهم ايه؟ جملة most people are enthusiastic about football. متحمسين لكرة القدم. Most people are football enthusiast. يبقى بندرس about جنبها بعدها بعد منها الشيء اللي متحمس ليه. درست كم فوتبول؟ متحمس لفوت كرة. عرفت لعيبة فوتبول الأول يبقى فوتبول enthusiast. متحمس لكرة القدم. ده فرق الاثنين. فرق بينهم. طبعا انجري زعلان ورد فلان فان طيب على طول هنا في about شيء زي طبعا ورد دوت موجود kind of عامل about وزبده about enthusiastic about طب she speaks about its benefits all the time تكلم عنه طول الوقت يبقى she is enthusiastic about the project طب مثلا دي زي تكلم عنه طول الوقت she is enthusiastic about the project She speaks about its benefits all the time. Number four. He used to talk loud, proudly about his possessions. He about how much money he had made. Proudly بفخر يتفاخر يتباهى. Proud of his possessions ممتلكاته. He about how much money he had made and if this was كسب. Complained, told, boasted, beat. Complained اشتكى. طبعا لا. طب boasted تفاخر. طول ما عرفت طبعا بيت يهزم. يكون اشتكى boasted يتفاخر يتباهى بيت يهزم. احنا قلنا proudly يبقى ده boasted يتباهى بالفلوس اللي عنده. عندي فلوس كتير. Number five. This research was done at the request of the science teacher. طلب بناء على طلب مدرس العلوم. اتعمل بناء على طلب مدرس العلوم. From at in four. طيب مين اختار لها يا ولاد؟ نقول لها at the request of. بناء على طلب اهي at The request of تمام كده بات ها نجيب لها نكتب مش مشاكل ودي ها
تاني واحدة. بات ونان على number 5 6. Nowadays, employees are mostly evaluated according to their, regardless of the number of years they have worked. يتم تقييمهم evaluated، يقيم وفقا لي بصرف النظر عن عدد سنين اللي هم اشتغلوها خبرتهم يعني. يا ترى importance experience efficiency sufficiency. sufficiency كفاية، كفايتهم في العمل. efficiency الكفاءة، experience خبرة، importance الأهمية. طبعا دير experience خبرتهم، مش لازم شغلة دي في هذه السنين، لا الخبرة اللي عندهم دي في شو. ودول nowadays employees are mostly evaluated according to their experience regardless of the number of years they have worked. Number 7. The exams questions should, in order to cover all aspects of the assessment, تغطي كل أوجه التقييم. Exam questions decrease, include, raise, vary. Decrease equal decline، تقل تتراجع. Include يشمل. Raise قلنا يرفع أو يربي أو يجمع أموال، فوق كتبناها. Vary equal differ، يختلف. في من vary بقى في a variety of equal various، مجموعة أنواع من. في a variety of t-shirts، فرق بينه variety of t-shirts أو various t-shirts، يبقى في أكتر variety، مفيش أكتر various. طيب exam questions should they in order to cover all aspects of the assessment to include، تشمل تتضمن، مش كده ولا فيري؟ تختلف تتنوع، أكيد طبعا متنوعة مختلفة، يبقى دي فيري. سهل وصعب إلى آخره، متنوعة متنوعة. أوكي يبقى the exam questions should vary in order to cover all aspects of the assessment. Number 8. You aren't working hard. You need to be more talkative, reactive, negative, successive. Talkative ثرثار رغاي، نيجاتيف سلبي، سكسيسيف متتالي بالترتيب، واحد اثنين ثلاثة أربعة تتالي في الحاجة. ناس بروداكتيف دي إنتاجي، عندك إنتاجية. بروداكتيف بدي أدجكتيف أنا إنتاجي، يبقى يو أرنت وركينج هارد، لا تعمل بجد. ليه؟ يو نيد تو بي مور بروداكتيف، تكون أكثر إنتاجية في عملك. نمبر 9. I read an important report on the impact of advertising on children. تقرير هام عن تأثير الإعلان على الأطفال. Assessing, blessing, aggressing, blessing. Blessing دي بركة، نعمة. Aggressing دي عدوانية. Blessing ضغط. Assessing قلنا يقوي، يقيم. Evaluate خدناها انت قبل كده. الاسسمنت تؤسس المزيح هيعرفه، المزيح تاني لو سمحت. يبقى assessing، يبقى I read an important report
on assessing the impact of advertising on children. تأثير الإعلان على الأطفال. Number 10. There was a or an in sales and the company gained a lot of profit. كسبت كثير من الأرباح. Okay, في مبيعات سيلز مبيعات. يبقى decline, increase, deterioration, suggestion. Suggestion اقتراح معروفة. والثيرونيشن قبل كده الثيرونيشن دي تدور تدور في الحاجة. deterioration 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 increase زيادة decline تراجع نقص غلة. طب من دول gained a lot of profit كان لهم أرباح كتيرة كان فيه طبعا زيادة كان فيه increase. number B مثلا بعد كده there was an increase in sales and the company gained a lot of profit. Number 11, energy bills. Energy bills increased in winter, this winter يعني, all over the world. Energy bills هي فواتير الطاقة زادت في الشتاء هذا الشتاء يعني في على مستوى العالم. significant significant significantly signify يعني من جنبهم رمز نفسه زادت اختار ادفر نصف فعل عايز ادفر اخرها ال واي يبقى نمبر سي significantly بشكل كبير يا ولد. يبقى energy bills have increased significantly this winter all over the world. Number 12. Hard work in success. العمل الجاد ينتج عن النجاح. And the results happens increases expects. Expects يتوقع يتنبأ. Increases يزداد. Happens يحدث. Results in ينتج عن هي دي. Okay ينتج عن هي. لو كانت تجيب سلسلة في الأول بيقوم لا يوصوا هاي ثاني واحد هتبقى success results from chain hard work. okay ينتج عن النجاح تمام كده results يعني success و success results from hard work. Number 13. I took a 10 break راحة to refresh my energy عدة طاقتي ونعيشها فواها. Okay. Good. Took a 10 space to refresh my energy. قبل 10. بريا بعد 10 اسم ايه؟ Singular, plural, مع مفرد. مظبوط؟ هي قبل الاسم مفرد. يبقى 10 ايه؟ 10 minutes. دي طب ليه يا مستر؟ ازاي 10 minutes؟ 10 مفرد ازاي؟ اقول لك 10 minutes دي صفة للبريك راحة 10 دقايق بص البريك 10 دقايق يبقى اللي جاي بعدها مفرد 10 minutes مش 10 minutes عشان موجود قبل منها اللعنة بتاعتها 10 100 حتى 1000 1000 1000 قلت جاي اسم مفرد بعد منها جاي خلي بالك منها قوي دي الصفة نص اسم اللي منها اللي هو بريك راحة 10 دقايق 10 hour study 10 ساعات مذاكرة. اوكي يبقى ده كله صفة لا تجمع يبقى 10 minute break to refresh my energy. Number 14 you can better if you study in a quiet environment لو زهقت بيها هادئة. Concentrate
evaluate, raise, get distracted. Concentrate, ركز. Evaluate, يقيم. Raise, قلنا يرفع أو يربي أو يربي سلالة أو يجمع أموال. Get distracted, مشتت الانتباه. طب كان better, أفضل, if you start in a quiet environment, بيئة هادئة, يبقى كان إيه؟ Concentrate, هتركز أحسن. يبقى number A. أقول كده, تركز أفضل إذا كنت بيئة هادية, هدوء يعني. Number 15, you are doing well, أنت شغال كويس. What was said, I'm sure you will carry achieving more success. تحقيق مزيد من النجاح. Achieving تحقيق, more success مزيد من النجاح. In, on, of, at. يبقى كاري يا ولاد. كاري هتستمر. بكاري on. يا ولاد الكاري on. يبقى I'm sure you will carry on achieving more success. استمر تحقيق مزيد من النجاح. Number 16, when you make a change to the way you work, you need to its advantages and disadvantages first. تعمل تغيير في عملك محتاج انك انت مزايا وعيوبها. اولا concentrate, fabricate تفبرك يعني, evaluate تقيم, regulate ينظم. محتاج انك انت ايه؟ طبعا evaluate تقيم مزايا وعيوبها, يعني evaluate تقيم, معناها تقيم يا ولد. تكتبها جنبها, نكتبها جنبها مفيش مشكلة. دي معناها يقيم. نمبر 17, pollution has a serious impact on the weather. Impact here is similar meaning to. معناها كلمة هنا عايز ايه؟ عايز سينونيم. مرادف دي impact. Impact on تأثير أو يؤثر. يا ترى importance, influence, affect, cause. Impact نوع مع تأثير هو السبب. Importance أهمية. Affect يؤثر, ده فعل. أنا عايز اسم. يبقى حتى influence ده معناه تأثير. Okay. يبقى influence دي هنا في جملة equal impact تساوي impact. impact أنا ودني تأثير يا ولد. تأثير ليه؟ influence دي اسم وفعل في نفس الوقت, يؤثر وتأثير. affect فعل فقط يؤثر على. يبقى أنا تأثير من أنا impact synonyms سوا بعض في المعنى يعني تأثير. نمبر 18, I usually have a 30 minute walk. اي شفت a 30 minute walk, ماشي 30 دقيقة every day. Sport has a effect on health, تأثير على الصحة. Negative, positive, terrible, rare. Rare نادر. Equal scarce. تساوي scarce. معناهم نادر. تمام كده. Rare نادر. تمام. طيب. Terrible رهيب. سيء very bad يعني. طب بوزيتيف إيجابي, نيجاتيف سلبي. الرياضة ليها تأثير إيه طبعا؟ أكيد إيجابي مش كده؟ يبقى عرفنا الحل اللي هو يا أولاد اللي هو بوزيتيف. نمبر 19,
Children need to be taught not to talk back to their parents. المعنى talk back. Not to talk back. شوف معناها ايه؟ talk back to. يرد عليهم يعني talk back. رد الكلام. Okay. يا ترى معناه this means that children weren't allowed to discuss issues غير مسموح ليهم يناقشوا مواضيع مع والديهم shouldn't be allowed reply ردي يسمح لهم ان هم يردوا بوقاحة were asked to stop making noise ضعفوا عن الضوضاء weren't allowed to say anything نسمع لهم بقول اي شيء يا ولاد راح دول من هذا الحل طبعا shouldn't be allowed number B shouldn't be allowed to reply rudely لو سمح لهم بالله بالرد بوقاحة ردوش بعدم أدب يعني okay يبقى talk back to معناها shouldn't be allowed to reply rudely children need to be taught not to talk back to their parents this means that children shouldn't be allowed to reply rudely. Number 20. My father smiled, ابتسم at me, ليا. يا ترى affectionately, foolishly, foolish, affectionate. Affectionate عاطفة وحنية. Adjective. الأدرج منها affectionately بعاطفة وحنية. بعاطفة وحنية. توصف فعل، توصف اسم. Foolishly بغباء. Foolish غبي. الحاصل فينا حاصل ابتسامة ابتسامها لي حاصل الفعل سمايل واخد ادفر يبقى افشنتلي وصلت كده my father smiled affectionately at me ابتسم بعطف وحنان ليا ليا لما يوصف ابتسم اختار ادفر number 21 the prisoner was given a life for his crimes جرايمه سجين هو عليه بيه يطلع لايف ايه instance Insistence, آسف. Insistence. Sentence. Tolerance. Negligence. Negligence, إهمال. بديدي. Negligence, إهمال. Tolerance, تسامح. Opposite بتاعه. الدنيا بتاعه. Intolerance. عدم تسامح. Sentence, إعدام. Insistence, إصرار. Had a life sentence. إعدام. Okay. يبقى the prisoner was given a life sentence for his crimes. Life sentence معناها إعدام. Number 22. How do you usually ideas amongst a group of friends? Amongst and between, بين. A group of friends. To get more information or something. في معلومات أكثر عن شيء ما. Rise, mind, brainstorm, storm. Storm عاصفة. ما ينتعب لو فعل بأمانة رايز قلنا يرفع أو تشرق أو ينهض أو يقف طعناها فوق ناس برين ستورم دي يعمل عصف ذهني تحفزهم إن هما يدوا معلومات أكتر برين ستورم عصف ذهني نمبر 23 I tried my study time into 20 minute periods and took break between them مذاكرتي وقت مذاكرتي ل كل 20 دقيقة كل فترة 20 دقيقة أقعد بينهم راحة continuing cutting dividing leaving leaving دي تركة مواد من leave continuing يستمر continue cutting يقطع ناقص إيه dividing تقسيم ودي كمان تاخد حرف غير إيه into قسم إلى يعني انت هاي جملة فوقي لقيت جملة I tried dividing my study time into 20 minute periods and took breaks between them. Number 24, I was too busy, so I spaced my sister, spaced my room. Amen. Had to tidy, or allowed
تعيدي ولا ميت تعيدي ولا جوت تعيدي. تمام. عندي my sister my room. طيب هاد تطايدي، لا هاد دي ما تنفعش. ليه؟ هاد عاقل مصدر من غير تو، يعني هذا ما سيستر ما مفعول اهي، بعد منه في مصدر من غير تو، يبقى هاد تايد المفروض خليتها تذاكر الحجر. الاوت مفعول تو مصدر، ما عنديش عند الاوت مفعول بس مش تو مصدر، الاوت تايد فقط. ميت تو تايدي، لا ميت دي مفعول برضو مصدر غير تو، ناس ايه؟ جيت تو تايدي، هي دي جوت ماي سيستر تو تايدي، لان بسوء اقتراحات تفضل الاوضه، وانا جيت مفعول عاقل تو مصدر، يبقى جيت ماي سيستر عاقل اهون في تو تايدي، نحن اخترناه جيت تو تايدي. تمام. هاف مفعول عاقل مصدر فقط من غير تو، نمبر ايه؟ هاد وتو تايد ومصدر فاش. طب هاد وجيت غير عاقل تصريف تالت، يبقى ده كوزاتيف، حد عمل خدمة لحد آخر. I had my car repaired، يعني ده ميكانيك البيت يدخل مني عشان أنا صلحتها بنفسي. I repaired my car، أنا صلحتها myself. I had my car repaired، I had my car repaired، هذا العاطفة الثالث، يبقى ده ميكانيك البيت يدخل مني وأنا صلحها. بقيت ماي سيستر أبوك ماي سيستر تو تايدي ماي روم، أقنعتها تنظف لي أوضتي، بس ولد هير تو تايدي ماي روم. مشروحة بالتفصيل، رجع لها هتلاقيها إن شاء الله عندك في الفيديو بتاع إمبارح، رجع لها رجعها هتلاقيها سهلة جدا. من الحياة هاب عاقل تو مصدر، هاب عاقل مصدر، جيت عاقل تو مصدر، هاب جيت غير عاقل تصريف تاني. عندك في الفيديو هتلاقيه إن شاء الله، مش عندك في الفيديو اشترك في القناة حالا، اشتراك فعل الجرس وسكنت كل، يبقى عندك إن شاء الله. أوكي. وأنا كمان هنتصدر غالية وسلام بين الناس انتفع بيه، إن شاء الله نعمل لايك للفيديو. نمبر 25. What are the pros and of social networking websites؟ التواصل الاجتماعي. Social networking websites، مواقع التواصل الاجتماعي. Kings، كنز، فاينز، فونز. كنز ده القصب، قصب. طب كنز أنا بالحياة ساعة كنز، كنز أومليت معدنية، يبقى بروزن دي أند كونز، مساوئ وعيوب، مزايا وعيوب. أوكي، الأدفانتجز وديس أدفانتجز، وات آر ذا بروز أند كونز، وتفضل بعضهم. نقول البروز كمان فوائيا، بروز اند كونز، مزايا ومساوئ او عيوب، اهي مع بعضهم كده. نمبر 26. One of the aspects of modern technology is that it makes our lives easier and more enjoyable. واحدة من أسباب أوجه التكنولوجيا الحديثة أنها تجعل حياتنا أسهل وأكثر إمتاعا ومتعة. negative positive relative offensive. okay، طبعا بتعمل حياتنا easier enjoyable، سهلة وممتعة، يبقى ده positive إيجابية. okay، يبقى one of the positive aspects of modern technology is that it makes our lives easier and more enjoyable. Number 27. What are the factors that to achieving more progress? ما هي العوامل factors that to achieving تحقيق مزيد من التقدم، achieve progress الترجمة حقق تقدم، achieve progress أو make progress والحق تقدم translation. طيب did ولا add ولا increase ولا raise؟ طبعا عايزين تؤدي إلى تحقيق مزيد من التقدم، يؤدي إلى تبقى did to. need to طبعا، رؤية تقدم مهمة جدا برضو.
اكتبها عشان الناسيه يفتكرها، اللي عارفها خلاص مفيش مشكله، اللي مش عارفها يعرفها. اوكي، يبقى هنا كده دي تقدم. يا أولاد وما تشيبي حقه، برضه الترانسليشن برضه والإنشاء فاضل كويس جدا. دي يحقق نمبر 28. My mother usually lets my elder sister lunch when she is away. Let's تسمح. My elder sister object مفعول، أختي الكبيرة. Let مفعول جنبهم، من فاكر. Let to make مفعول، قلنا جنبهم فعل في الإيه؟ في المصدر. Let my sister طبعا make نمبر دي صح كده، يبقى let make مفعول برضه، let الفت موجودة وده مكتوب. let مفعول مصدر، والأحسن كمان let make مفعول مصدر. يبقى let my elder sister make lunch. number 29 am I to use this dictionary، استخدم هذا القاموس. allowed making aimed allowing. أما هذه يسمح لي to use to infinitive قبل ما نقول allowed. طب ليه مش allowed؟ مش allowed يا مستر، ده passive. هل يسمح لي أن أستخدم يسمح؟ ده passive، يبقى am past participle تصريف تالت، عايز allowed مش allowed. number 30 at first he insisted on his opinion but managed to him to change his mind. insisted on أصر على، يبقى جنبها insisted on أصر على صمم يعني. أنا كده دي صمم على، خليها صمم أو صمم على. إذا رأيه ما نجد تو استطعت نيت ان انا، ها تبقى برضه جنبها طبعا مصدر جنبها عشان تو ما نجد تو. اوكي يا ولاد، نادي معناها نجحت او استطعت ان. Okay. him to change his mind. change his mind وانا غير رأيه. يبقى برضه يغير تمام، او بتاع عكسها عكسها طبعا. ها يقرر يعني make up his mind أو decide، دول كده عكس بعض مهمين جدا بعض. okay make up his mind. okay يبقى change his mind make up his mind، غير رأيه ويقرر. بره بس حجم الخط بتاعنا. مهم جدا ان انت عشان الترانسليشن برضه والكومبرينشن. يبقى at first he insisted on his opinion
but I managed to him to change his mind. تمام، استطاع أن يهتدي أن قد يغير رأيه. him to change مفعول to infinitive. طب let make قلنا مفعول infinitive مصدر فاعل من to. get someone to change get عاقل to مصدر وallow عاقل to مصدر. واحد لو ولد طب وعي لا يفهم ايه يقنعه غير رأيه يبقى ده لا ولا جت يبقى ده جت him to change. اوكي allow مفعول to مصدر him to change تدري allow تنفع get عاقل تو مصدر يبقى تنفع ولا انت اقنعه مش سامح له غير رأي لا اقنعه غير رأي يبقى ده get him to change his mind. number 31 unfortunately the bad weather us out الطقس السيء us مفعول هو out بيت الجملة مفرغ يعني unfortunately لسوء الحظ made us to go out allowed us to go stopped us from going prevented us to go. طبعا made us to go ما تنفعش المفعول مصدر make مفعول مصدر ما ينفعش يعني to go to مصدر allowed us to go طب احنا نقول ما ينفعش طبعا المعنى مش ماشي لا انا مش ماشي ده طقس سيء bad weather بمنعنا يبقى stop the prevented. طيب stop us from going ولا prevent us to go طبعا stop number C ليه stop عاقل from جرم stop us from ده بالظبط prevent برضه us from going هنا to go ما ينفعش يبقى stop us from going out منعنا من الخروج. يا ولاد يقولنا ميك مفعول مصدر يبقى ما تنفعش الله مفعول مصدر شغاله بس ما تنفعش مع المعنى طب مش هسمع نخرج فمنعنا المعنى ما ينفعش بريفنت زي ستوب اس فروم جو لا دي تجو ما ينفعش ستوب ده اس فروم جو دي اللي صح منعنا من الخروج يبقى unfortunately the bad weather stopped us from going out. number 32 I let my friend use my mobile phone. Let my friend use our let my phone مصدر. This means that I them to use it. them مفعول to use. مفعول to مصدر. يبقى دي معناها لو سمحت لهم. تمام؟ يبقى دي سمحت لهم. بس them to use. them use. معناها allows them to use. سمحت لهم يستخدموا. تمام طب ليه مش فورسد فورسد برضه مفعول تو مصدر ما ينفعش فورسد اكبر او ارغم ليه سمح له يبقى allowed بس ليه مفعول مصدر allowed مفعول تو مصدر that I allowed them to use them to use يبقى allowed suggest دي حاجة تانية جنبها gerund مش تو مصدر مش مفعول. number 33 my mother was busy so she got lunch by my brother وصلت أخي إنس الغداء got lunch made be made making to make eat lunch get غير عاقل قلنا have get غير عاقل جنبهم تصريف ثالث positive حد ثاني عمل الفعل يبقى got lunch طبعا made يوم كمان مرة كمان مرة have get كمان مرة قلنا have عاقل مصدر get عاقل تو مصدر have get غير عاقل past participle the causative someone did something or someone else حد عمل خدمة أو فعل شخص آخر قلنا I build my car أنا بنفسي أو myself بنفسي I had my car repaired أو got my car repaired يعني the mechanic repaired it for me هو صلحها يبقى هنا في got و lunch got غير عاقل يبقى موسم وسط participle by my brother هو اللي عمله okay. يبقى she got lunch made by my brother. 34 cruel managers
usually less work than rural managers. We need قساء عندهم قسوة. Prevent allow get let prevent يمنع تمام allow يسمح get on حسب اللي ينبع let يسمح برضه تمام. طيب less work done less work جنبها must participle جنبها ايه must تصف ثالث مظبوط وليس ورك العاقل بدي ايه خلاص جيت سنة فوق جيت لس ورك ضن يحصل على شغل ايه قليل يعمل لهم شغل قليل العمال يعني موظفين بيعملوا شغل قليل جيت لس ورك ضن someone who did the work okay get less work done get غير عاقل past participle someone else حد تاني هو اللي عمل الفعل اللي هو الموظفين rural managers usually get less work done 35 I went to the dentist to my teeth checked يفحص أسناني تمام راح طبيب الأسنان لكي يفحص أسناني my teeth checked my teeth غير عاقل checked past participle من يفحصهم الدنتست راح العيادة عشان كده لو وصل السنة على عيادة دنتست عند طبيب أسنان يبقى تو allow let prepare have طبعا تو ايه تو have my teeth checked يفحص لي ولا يفحصها مش الدكتور مش المريض مظبوط يبقى ده someone else يبقى positive يبقى تو هاف ماي تيث تشيكد يا ولاد والله انا ليه مزجت له بقيت هم جدي تبقى لكم تبقى لكم ماشي نكتب مفيش مشكلة اهي ايه هاد عاقل ماشي انجليزي حتى عاقل مصدر ايه عاقل مصدر ده كده جنبها جنبها جت عاقل عاقل ومصدر ومصدر تمام بعد كده جت عاقل غير عاقل آسف غير عاقل تصريف ثالث بارتيسيبل لو قلنا البوزيتيف حد عمل خدمة لحد آخر يبقى رقم بس يبقى رقم من الخط واضحين أهم ثيرتي سيكس I recommended I recommend that you late anymore أوصي إنك أنت متأخر بعد ذلك aren't late
don't be late, not be late, not to be late. Recommended. يوصي ان هو ما يتأخرش. تمام؟ that you don't be ما تكون متأخرش. don't ما تنفعش ليه بدل المساعد. that you aren't late. لا تتأخر any more. number 37. sorrowfully للأسف no one does their task well. هاش بيعمل شغله كويس. do they don't they doesn't does he doesn't he no one no one does تحت المكتوب البني تحت الاختيارات يكتب no one nobody everyone everybody someone somebody كل دول ايه؟ فبتاعهم زي في الفاعل زم في المفعول دير في الملكية themselves ضمن الانعكاس وده زي مظبوط يبقى هي ما تنفعش ولا سي ولا دي يبقى دو زي او دونت زي. طيب الفعل اللي هنا طز منفي ولا مثبت؟ ها مين لمحها؟ طبعا ده منفي ليه قبل منه نو ون لا احد يبقى في نفي اهو والبروفيشن تاي يبقى مثبت يبقى ها دو زي نمبر اي وصلت كده نو ون معناها زي. طيب تمام لغينا سي ودي يبقى اي او بي اللي هم دو او داز دو او دونت اسف داز هنا في الجملة affirmative ولا negative إثبات ولا نفي؟ ده يا مستر دي نفي ليه؟ عشان هو نفي الجملة وعايزة مثبتة في الكويشن تاج يبقى اللي هي دو زي. نمبر 38 عشان ما تزرق ولا جات ولا لزق جات كلها بلزق. نمبر 38 she was tired تعبانة. So she returned early. عفوا. returned early. رجعت بدري. To home. Home. The home. A home. تحت مكتوب ايه؟ Turn home. Go home. Equal. Return to the house. Go to the house. يعني home. مش قبلها تو ولا ذا. هاوس قبلها تو ذا دول معناهم كده جو هوم ريتيرن هوم ايكوال ريتيرن تو ذا هاوس جو تو ذا هاوس هاوس قبلها تو ذا هوم في شبله بعدين تاني ريتيرن تو هوم نمبر بي. تمام كده وصلت اظن الشرح وصلت. تمام نحفظها يا ولاد على طول اول باول وحاجات صغيره بس مهمه جدا 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 تظبط الكل. نمبر 39 careful he is he sometimes makes mistakes أحيانا يرتكب أخطاء whatever regardless however despite تعتبر أنه يكتب إيه over plus adjective plus subject plus verb one sentence يعني قلنا adjective يعني صفة حفظناها خلاص تعتبر الناس ناسية فدي معناها صفة إيه صفة وبعدين سبجكت معروف فاعل فاعل مش مشاكل يبقى فاعل وبعدين فعل وبعدين جملة يبقى اوفر صفة فاعل فعل اوفر صفة فاعل فعل كيف صفة هي فاعل از فعل ناقصها هاوفر تمام كده وصلت بس هاوفر كليفر هي از اللهم ان هو كان ذكي أو شاطر. He always or sometimes makes mistakes. أحيانا بيرتكب أخطاء. كأولاد احفظها كده. نقول over صفة فعل فعل. Over carefully is he sometimes makes mistakes. Number 40. In spite of being tired, he continued working for a long time. صرف العمل لفترة طويلة. نسبة of is A or N
فور ديسبايت. بالنسبة لديسبايت تبقى ايه؟ انتونيم سينونيم سيميلر اوبوزيت، اوبوزيت عكس، سيميلر تشبهها، انتونيم عكس، سينونيم مرادف. طيب ديسبايت وديسبايت اوف دول ايه؟ طبعا دول مرادفين بيساووا بعض في المعنى على الرغم من، فالقاعدة كمان يبقوا ناشرا يبقى دول سينونيم. اوكي يبقى اثبات اوف بينج او اثبات بينج. طيب دول سينونيم مرادفين لبعض. نمبر 41 في المعنى والقاعده، اثبات اثبات اوف بوم ناون او جيرن، اثبات اوف بينج تايرد او اثبات بينج تايرد، اثبات اوف زينس اثبات زينس، نفس القاعده ناون او جيرن المعنى برضه رغم من، دول سينونيمز مرادفين لبعض في المعنى. 41 by the end of the next year the road to my town will have paved will have been paved will pave will be paved. وصلت تحت بقى will be paved then of the way بالبني by before you said me you should perfect مستقبل تام. يعني مستقبل تام يعني will have past participle لو active will have been past participle لو passive. لو انها مستقبل تام تكرار برضه اهو اسمه مستقبل تام future perfect مستقبل تام اللي هو قلنا will have past participle او will have been past participle موجودين الاثنين في او بي الاكتف والباسف will have paved سوف يمهد هيصفه هيصف will have been paved سوف يوصف هيترسب حضرتك صفر. طيب الطريقة هيترسب ولا هيصفر؟ مش هيصف نفسه هيترسب حضرتك صفر وده وده بين بيفت فراحت كده. يبقى كمان مرة باي أو بيفور جنبهم ضرب في المستقبل. ضرب في المستقبل يا ولد ماشي باي ذا اند اوف نيكست تي نيكست بس فيوتشر أو نكتبها حتى plus future time يعني ظرف زمان مستقبل ايه ظرف زمان مستقبل يدل على المستقبل يعني نستخدم future perfect will have past participle لو active ولا بين بس وتسبو لو باسل. كولد طيب كده نمبر 42 Unfortunately I got low marks very time I wish I harder when I had had the time أتمنى أكثر جدية وأكون عندي الوقت تمام had studied studied would study have studied تمام تحت في البنية to be wish if only بلس بس سيمبل بس بسيط جنبهم امتى؟ تو بريس بريزن تعبير عن المضارع الجمله اللي بعدهم مضارع من فرقها ماضي تمام ويش اف اونلي بلس باست بيرفكت هاد باست بارتيسيبل هاد بين باست بارتيسيبل تو اكسبريس ذا باست عباره عن الماضي يعني الجمله اللي جنبها ماضي على منها ماضي عامل الماضي تام ويش اف اونلي وود كود انفينيتيف تبرز ذا فيوتشر مستقبل انا ودخول مصر اي وي معهم كود يو هي شي ات زي معهم ود تمام طيب كمان مرة ويش اوف اونلي لو جنبهم مضارع اعملوا ماضي لو جنبهم ماضي اعملوا ماضي تام تمام مستقبل اعملوا
وود كود مصدر، وود معاي وي، كود معاي وي، وود مع بيت النوائب. كمان مرة، وش اف اونلي يمنهم مضارع يعملوا ماضي، وش اف اونلي يمنهم ماضي يعملوا باست بيرفكت مرتين، يمنهم فيوتشر مستقبل يعملوا وود كود مصدر، كود معاي وي، وود مع بيت النوائب. الجملة زمان ايه؟ شوف كده، عندي وات باست، وعندي كمان ايه؟ هاد هاد ذا تايم، تمام؟ وده بقول ايه؟ ماضي، ماضي اهو ذا باست. اختار ايه؟ اختار باست بيرفكت، هاد بلس باست بارتيسيبل، موجود موجود، ده هو هاد ستاد نمبر ايه. يبقى القاعدة عامة ان وش بيقول لي على منه مش مضارع خالص، وأول تختار مضارع على منه يا ماضي، يا ماضي بسيط، يا ماضي تام، يا وود كود ماستر، ده حاجة من الثلاثة دول. ابدأ الموضوع ده تماما على منه، تمام. شوف الزمن بتاعها ايه اللي بعدهم، زمن وايه؟ مضارع اختار ماضي، ماضي اختار ماضي تام، عفوا، مستقبل اختار وود كود ماستر، وود كود، وأي معاهم كود، بيضم معاهم وود، انت البصر. هنا يقول لك لا، الماضي جوت وبعد هاد كله ماضي، يبقى ماضي تام، يبقى تستنى. نمبر 43، هي سيلي ميستيكس داز هي، اخطاء تافهه داز هي، ده كويستشن تاج، لازم نقول عليه اس او دازنت ومصدر، مفيش الكلام ده كله. في نمبر ايه؟ نمبر ميكس، عايز مثبت هنا كمان عشان داز مثبته، مضارع ليس صح او دازنت ومصدر صح، عندي نيفر ميكس اهي، وما ينفعش لو ماستر، لو ميكس هو دازنت هي ميكس مثبته، يبقى ما ينفعش كويستشن تاج اللي مثبته داز هي، انا عايز نفي نيفر وميكس، نيفر ميكس داز هي. 44، وي ريسيرش on the effect of global warming on daily activities while still working on it. تقرير عن تأثير الاحتباس الحراري على الأنشطة اليومية، لازلنا نعمل فيه، شغالين فيه يعني، تمام. يلا يا شباب، have been going, have been doing, will be doing, will doing. تمام؟ عندي عايزي present ليه؟ you are still working. اهي. you are still ده، وإن الجملة اللي أنا present مضارع. يبقى حالي will. حالي will. دي future ودي past. ده؟ عندي إيه تاني؟ عندي had been doing و been doing. عايزي present. صح؟ present فيهم إيه؟ اللي هي have been doing. كمان مرة، كمان مرة. عايز present، عايز مضارع عشان are still، يبقى have been doing. Had been doing the past perfect continuous. Will be doing the future continuous. Will doing the past continuous. عايز مضارع اللي رقم B. But present perfect continuous. Have been بل انجي، يبقى have been doing research on the effect of global warming on daily activities while still working on it. Number 45. Which of the following is punctuated correctly? Punctuation, comma, apostrophe, question mark, capital letter, إلى آخره. ده تقييم اسمه. Do you have sugar free cookies? هو ده. Do you have sugar free cookies? هو ده. نفس في نفس الجملة بأشكال مختلفة، تمام؟ تمام. طبعا نمبر A شوار فري في جنوب شرطة، ما ينفعش. نمبر 2 ده سؤال، do you have فيش question mark. التالتة مفيش جنوب شرطة، شوار فري دي كومة، عندنا شرطة، يبقى حتى رقم دي واضحة جدا يا ولاد، اوكي؟ يبقى دي الصح.
نبقى شور فري كوكيز هولا بسكوت ما فيهوش سكر. نمبر 46 which of the following is used to reflect the contrast تعبر عن التناقض. reflect contrast تعبر عن التناقض تعكس التناقض تبقى جنبها. اهي تعبر يا ولاد أحمد doesn't read stories because he has no free time. لأن ده سبب the cause. Number B in addition to reading I like swimming. بالإضافة إلى ده إضافة addition. طيب while أحمد like reading I prefer swimming. هو بيحب القراءة أحمد وأنا بحب السباحة بدأ عكس بعض يبقى ده نمبر سي يا ولد ده ريفلكس كونتراست واحد قراءة واحد سباحة عكس بعضهم. نمبر 47 the core point in the following paragraph is core point دي النقطة الجوهرية تبقى كده. النقطة الجوهرية in the following paragraph is هي الأساس يعني. تمام technology can replace man in all fields of life. تكنولوجيا تحل محل الإنسان في كل مجالات في الحياة دي واحدة. الثانية technology is the main cause of destruction so we must avoid using it. سبب رئيسي للدمار تدمير destruction يجب ان احنا ايه نتجنب استخدامها. نمبر سي Technology has advantages and disadvantages, so we must use it carefully. استخدمها بحذر. نمبر دي A lot of people fail or fall prey to technology addiction. يقعوا فريسة لإدمان التكنولوجي. من التكنولوجيا يعني. نمبر سي طبعا. هي مزايا وعيوب. نستخدمها بحذر أو بحرص. نمبر سي Technology has advantages and disadvantages. So we must use it carefully. Number 48. Deeper translation. Workplace and productivity are influenced by the several factors. As a result, many people do not feel engaged at work when they work in an inappropriate environment. تحتها حتى على طول تقول لنا يلا ولاد تتأثر وتشارك في مكان العمل والإنتاجية بعدة عوامل. نتيجة لذلك لا يشعر كثير من الناس بحب العمل عندما يعملون في بيئة غير حارة. لا طبعا inappropriate غير مناسبة دي غلط. تمام طيب نمبر بي تتأثر المشاركة في العمل والإنتاجية بعدة عوامل. نتيجة لذلك لا يشعر كثير من الناس بالاندماج في العمل عندما يعملون في بيئة غير مناسبة. هي دي الحل بتاعنا نمبر بي يا أولاد نعلم عليها كده. تمام نمبر 49
Political conflicts have a significant impact on the global economy. As a result, leaders of the world should settle their disagreements peacefully to avoid destruction and instability. الصراعات السياسية تأثير كبير على السلام العالمي، تمام؟ نتيجة لذلك يجب على قادة العالم تسوية خلافاتهم بسرعة، مش بسرعة، peacefully، سلميا، مش quickly. نمبر بي، الصراعات السياسية تأثير كبير على السلام العالمي. نتيجة لذلك يجب على قادة العالم تسوية خلافاتهم سلميا لأنهم يدمروا عالم الاستقرار. هي الحل بتاعنا يا ولاد. نمبر بي، وانت طبعا الأربعة وهنختار. هنحل معاك كده عشان متأكد من الصح. يعني انت في الامتحان الأربعة مع الترجمة اللي قدامك، واختار اللي انت شايفه صح. نمبر 50، تهدف مبادرة حياة كريمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في المجتمعات الأكثر فقر احتياجا في الريف والأماكن العشوائية بالحضر. وتسعى هذه المبادرة لضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم وتربط بالترسيشن الصح. يا أولاد، ده حياة كريمة initiative hopes، لا hopes تأمل تتمنى، احنا قاعدين تهدف. نمبر بي، ده حكاية كريمة، ده حياة كريمة initiative aims to alleviate burdens of employees، طبعا لا طبعا burdens of citizens، المواطنين مش الموظفين. نمبر سي، ده حياة كريمة initiative aims to alleviate burdens of citizens in the neediest communities in the countryside and urban slums. This initiative seeks to ensure dignified life for this category and improve their living conditions. هذه الحالة بتاعنا نمبر سي يا ولاد، هذه الصح. نمبر 51، ونزلها تحت الترجمة وتمام اللي هنطلع منها. دي واحدة فيفتي ون، يجب أن تكون عضوا فعالا في المجتمع ولا تكون سلبيا موارد الشكوى وانتقاد الآخرين. لا بد أن نكون موضوعيين ونسعى للنقد البناء وقبول الآخر. يلا بس الحاجة واحدة، طبعا دي لابد في ألف هنا. You must be an active worker in society. طبعا worker عامل، شايفين عامل عضو. نمبر بي، You must be an active member of society, not be negative and only complain and criticize the actions of others. You must be objective and strive for constructive criticism
and the acceptance of others in Taliban. Number B. يا ولاد كده قصة النهاردة خلصت، الناس استمتعتوا بيها فهمتوها، ففعلا في عمال تلف تعليق صحة كلها إن شاء الله عليكم جميعا. ناخد الاسم تومي طبعا، قلنا هنشترك كلنا استضفنا، ما صارش انا سمعت اشترك حالا ما يكسلش اشتراك، فعل الجرس كل صار كل كده ان شاء الله. طبعا احنا الصورة غالية ثواب من ربنا سبحانه وتعالى، ننشر الآن بين الناس، نعمل لايك للفيديو لو سمحت برضه، وانت قاعد لايك ثانية واحدة مش هتاخد ثانية حاجة. اوكي الفيديو الجاي ان شاء الله نعمل امتحان على نصف من واحد لستة، ما نكتب النهار كله بالكامل برضه من لونج مان، خليكم معايا هتلاقوا كل جديد ومفيد ان شاء الله. تابعوني قناتي واشتركوا فيها، لايك للفيديو تلميذ جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.